Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh ma lahu min dunihi min waliyyin wa la shafi'in afala tatadhakkarun. Yudabbiru al-amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dhalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalaqal insani min tin. ثم جعل نسله من سلالة من ماء محين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أيضا ضللنا إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نأمل صالحا إنا موقنون. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wal nasi ajma'in. Fazuku bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wazuku azaban naril. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّمَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفما كان مؤمنا كما فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وليزيقنهم من العذاب الأدنى دون عذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين مرتكمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن
ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض جرز فنخرج به زرعا تأكل منهم أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.